تفعيل للقضاء في كل الإصلاحات المجتمعية. محمد الخضراوي نائب رئيس الوداد ديال حسين القضاة مكلف بالتواصل، لقاء اول برعايه ملكيه ساميه، هذا عطانا دعم كبير جدا لهذا الملتقى الدولي الكبير الذي تحضره 87 دوله وقارات الخمس ممثله، جميع التجارب القضائيه حاضره، فيه رساله ثقه في التجربه المغربيه. شرف لنا كوداديه وكمغرب ان نحتضنوا لقاء بحال هذا للمره الثانيه، بالنسبه لنا هذا حدث كبير والعالم كله يجتمع ان يرى التجربه المغربيه. كما لاحظتوا بانه الجميع ينوه بما وصل اليه المغرب، ما خصناش نبخسوا مجهودنا. في المغرب كاين مجهودات كبيره تبذل، كاين مشاريع كبرى خصنا نفتخروا بها، خصها تبان. بطبيعه الحال هي مشاريع انسانيه خصنا نقتسموها وخصنا نتعاونوا من اجل التفعيل ديالها والتطوير ديالها. اليوم هي مناسبه لمناقشه هذه القضايا، عندنا موضوع استقلال السلطه القضائيه حاضر في المؤتمر، محاور كبرى ايضا تهم المواطن بحال التحرش الجنسي، بحال قضايا التواصل الاجتماعي، بحال قضايا اللاجئين، قضايا الهجره، قضايا تدبير الزمن القضائي، يعني كلها ملفات كبرى ستناقش من طرف قضاة العالم، يتبادلون تجاربهم، خبراتهم، إذا لقاء كبير، مواضيع حارقة هامة تهم الجميع، نعتقد بأنه سنخرج بتوصية مهمة يجب تفعيلها ويجب أن يراها المواطن في الملموس، ولكن في كل الأحوال لقاء بدلالات متعددة يحق لنا أن نفخر به ونفخر بحسن تنظيمه في مراكش التي أصبحت الآن أرض اللقاءات القضائية العالمية بامتياز.